بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 48 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هذا الأخ إبراهيم يقول: أشعر بانقباض في صدري مع أنني محافظ على الفرائض، فما الأسباب المعينة على انشراح الصدر، وما هي أبرز الأعمال التي تؤثر في انشراحه؟ مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما تحس به من ضيق الصدر له أحد سببين. السبب الأول أن يكون سببه صحيا، يكون هناك خلل في أجهزة التنفس، تراجع الأطباء لعل الله أن يسر لك العلاج النافع. السبب الثاني يكون ذلك بسبب الشيطان والهواجس، وهذا يعالج بذكر الله عز وجل، الإكثار من ذكر الله والدعاء، تلاوة القرآن، وبذلك يزول إن شاء الله. نعم. يسأل هذا السائل أبو سهل: هل هناك فرق شيخ بين التوكل على الله واليقين، وما معنى اليقين بالله؟ التوكل هو تفويض الأمور إلى الله والاعتماد على الله، واليقين هو قوة الإيمان، قوة الإيمان بالله عز وجل، فهذا شيء وهذا شيء. والتوكل ما يكون ناتجا عن اليقين بالله عز وجل، فإذا أيقنت بالله ربا فإنك تتوكل عليه. نعم. هذه الأخت أم سهيل من المدينة النبوية تقول، تسأل عن صفة التسليم في الصلاة يا شيخ: هل يسلم الشخص إذا التفت جهة اليمين مثلا، أم يبدأ بالسلام وهو مستقبل القبلة ثم ينتهي بالسلام في جهة اليمين وهكذا؟ تسليم يكون مع بداية الالتفات إلى نهايته، فإذا تسليمها الأولى سلم عن يمينه، فإذا بدأ بالالتفات يبدأ بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله، وإذا التسليمها الثانية إذا بدأ بالالتفات يسارا أو شمالا فإنه يبدأ بالسلام وينتهي عند نهاية الالتفات. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: إذا كان الإنسان شيخ صائم وعند أذان المغرب، هل له أن يرفع يديه بالدعاء، أم الأفضل أن يردد مع الأذان ثم يدعو بعد ذلك ويبدأ بالإفطار؟ نعم، الأفضل أنه يتابع المؤذن ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو الله عز وجل، والإفطار يبدأ مع بداية الأذان، ولا يمنع أنه يدعو وهو يفطر. نعم. هذا سائل يقول: شخص طلق زوجته طلقتين وذهبت إلى بيت أهلها ومكثت ما يقارب من 6 أشهر ولم يراجعها، وهي الآن اتضح أنها حامل ويريد الآن أن يقوم بإرجاعها، فما الحكم في ذلك؟ يراجع المحكمة الشرعية في ذلك، أو يأتي لدار الإفتاء بالرياض، لابد من هذا، ينظر في قضيته ونوعية طلاقه إلى آخره، لأن هذا له إجراءات، لابد من إجراءات تتخذ. نعم. هذا السائل يقول: أنا إمام مسجد وأرى بعض أهل الحارة يأتون مسرعين ويرددون إن الله مع الصابرين لكي يدركوا الركعة، ما حكم الإسراء في مثل هذه الحالة مأجورين؟ هذا لا أصل له، قولهم إن الله مع الصابرين لا أصل له، وهذا يشوش على الإمام والمأمومين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقلوا. فلا داعي إلى العجل
العجلة وإلى الكلام، قول إن الله مع الصابرين أو اصبر أو غير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: خطيب الجامع في حارتنا يقرأ الآيات التي تناسب خطبة الجمعة في الركعة الأولى والثانية، هل ورد في ذلك شيء؟ لم يرد أن القراءة في الصلاة الجمعة توافق موضوع الخطبة، إذا إنما هو اجتهاد من بعض المعاصرين، ولم يعرف هذا عن السلف الصالح. والذي يقرأ في صلاة الجمعة إما سبح والغاشية وإما سورة الجمعة وسورة المنافقون. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل فضيلة الشيخ، يقول لي أخ ملتزم ومحافظ مع أنه مراهق في 18 من عمره، إلا أن بعض أبناء عمه يستهزئون به ويطلقون عليه بعض الألفاظ والاستهزاءات كالمطوع وغير ذلك، صبره على ذلك فضيلة الشيخ هل يؤجر وهل يأخذ من حسناتهم؟ أولا هذا ليس مراهق، هذا بالغ، لأن آخر سن البلوغ 15 سنة، فهو بالغ، والتزامه بالدين هذا شيء يحمد عليه ويشجع عليه، ولا يجوز أن يستهزأ به أو يتنقص أو ينفر من الدين، فهذا من فعل الفسقة، من فعل المنافقين. عليه من يتوبوا إلى الله، أن يكفوا شرهم عن أخيهم، وأن يشجعوه على التمسك بالدين، المحافظة على الفرائض وفعل الخير، وعليه هو أن يصبر على ما يسمع، وما صبره إلا بالله، يصبر وله الأجر في ذلك، ولا يلتفت إليهم. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل ورد شيء عن فك السحر بالسحر والاستعانة بالجن المسلمين في علاج المسحور والحسد والاستفادة منهم في الأخبار في مواضيع المنكرات أو الجرائم؟ لا يجوز الاستعانة بالجن ولا الاستعانة بالأموات والغائبين، هذا من الشرك بالله عز وجل، ولا يحل السحر بسحر مثله، لأن السحر حرام، عمل السحر حرام، بل هو كفر، السحر كفر كما في الحديث، ولا يعالج السحر بالكفر بالحرام، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام، والسحر كفر وشرك بالله عز وجل، لا يجوز حل السحر بالسحر، وإنما يحل السحر بما ورد بالشرع من الرقية بالفاتحة والمعوذتين وما تيسر من القرآن والأدعية، يعالج بذلك، يعالج بذلك بهذه الأمور. ثانيا، يبحث عن السحر لأنه يكون مخبى في مكان، فيبحث عنه ويحرق ويتلف، وبذلك يحصل الشفاء بإذن الله. نعم، أحسن الله إليكم. في أيام البرد يا شيخ يقول: ما حكم الصلاة في الدسوس القفازات بالنسبة للرجال؟ هل هذا جائز أم لا؟ لا بأس بذلك، خصوصا إذا احتاجوا إليه، فلا بأس للرجال أن يلبسوا القفازات على اليدين وأن يصلوا بها. نعم، بعض الصبية فضيلة الشيخ يصلون بالشورت، وأقصد بالشورت السراويل الصغيرة الذي تبين منه الركبة. لا يجوز إلا إذا كان فوقه لباس ساتر، أما أن يقتصر على السراويل القصير الذي تخرج منه الركبة فلا تصح الصلاة، لأن الركبة من العورة، عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والركبة داخلة في العورة، لا بد أن يسترها. نعم، هذا سائل أبو أحمد يقول: ما نصيحة الشيخ للقائمين على حملات الحج حيث اشتركنا معهم في مبلغ كبير الحقيقة ولم يفوا بما وعدوا به حيث قصروا معنا، هل نأخذ منهم بعض هذه النقود التي دفعناها لهم؟ حملات الحج لها تنظيم ولها مسؤولون يشرفون عليها، إذا حصل منهم تقصير فراجعوا المسؤولين عن حملات الحج، تنظيم الحملات الإشراف عليها، لأجل أن ينصفوكم من ظلمهم. عليهم أن يتقوا الله وأن يقوموا بالواجب نحو حجاجهم، فلا يقصروا عليهم النفقة، ولا يقصروا عليهم أو يضايقوهم في أداء المناسك، يتطلبون لهم الرخص التي لا تجوز، لأن يتركوا شيئا من مناسك الحج من باب الترخص ومن باب التوفير على أصحاب الحملات، هذا أمر لا يجوز، وهذه أمانة في ذمة أصحاب الحملات
لأنهم تكفلوا للحجاج بأن يقوموا بمتطلباتهم والنفقة وتنقلات، وتكفلوا كذلك بأن يمكنوا الحجاج من أداء المناسك على الوجه المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الشيخ، سمعت بأن المال المشترك ليس عليه زكاة، فأنا وإخوتي لنا جمعية، هذه الفلوس نتاجر بها في شراء البيوت، فهل عليها زكاة؟ هذا الذي سمعته غلط. المال الزكاة تجب في المال إذا بلغ النصاب، فالمشتركون كل يزكي نصيبه، إذا بلغ نصيبه النصاب يجب عليه أن يزكيه، إن نقص عن النصاب فلا زكاة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو سالم يقول: بالنسبة لنقل الفتوى من شخص إلى شخص أو في مسألة ما إلى الآخرين، هل هناك شروط في نقلها مأجورين؟ وما حكم الإفتاء بغير علم؟ إذا كنت في بلد فيه العلماء فتحيل السائل إلى العلماء ولا تنقل له فتوى، قد تكون أخطأت في نقلها، وقد يكون الذي أفتى أخطأ أيضا أو ليس من أهل الفتوى، فأحله على أهل العلم ولا تتحمله في ذمتك. ولا يجوز أن يشتغل بالفتوى إلا من عنده أهلية وتقوى، أهلية علمية وتقوى لله عز وجل. لا يجوز أن يفتي بغير علم، ولا يجوز أن يتساهل في الأحكام من أجل إرضاء السائل أو التسهيل عليه أو ما أشبه ذلك. تسهيل ولله الحمد هو في الشريعة، الشريعة سهلة وميسرة، والخروج عنها حرج وليس تسهيلا. الواجب أن لا يتدخل في الفتوى إلا من هو من المؤهلين والمتقين لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: هل صيام الاثنين والخميس وأيام البيض والتطوع أجره مثل صيام رمضان في هذا الشهر الفضيل؟ ليس مثل صيام رمضان، لكن فيه فضل. التطوع صياما كان أو غيره مما شرع الله فيه فضل عظيم، لكنه لا يبلغ ثواب الفريضة. فريضة أفضل. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل عبد الله يقول: عندي أخت طرماء وأخ أبكم، وهم ولله الحمد يؤدون الفرائض، هل هم أيضا مثل غيرهم في أمور العبادات والشرع يا شيخ؟ نعم، الأبكم والأصم عليهم الواجبات ويؤدونها بحسب استطاعتهم، وهم أيضا يكونون مع الناس مع المصلين، يعملون مثل عمل الأصحاء بالنظر إليهم. وأيضا اليوم والحمد لله في الغالب وجد تعليم الصم والبكم، وجد لهم تعليم يعرفون به أمور دينهم وأمور دنياهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الآية الكريمة: يرجون تجارة لن تبور. نعم، يرجون تجارة عند الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، تلاوة القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فهم يتلون كتاب الله، ولا يكفي أنهم يتلون كتاب الله، بل لا بد أن يعملوا به، ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة، ينفق في سبيل الله النفقة الواجبة والمستحبة مع تلاوتهم للقرآن، يتلون ويعملون بالقرآن الكريم. فهذه هي المتاجرة عند الله سبحانه وتعالى، والربح فيها لا يقدر بقدر، إنما هو راجع إلى فضل الله سبحانه وتعالى. هذه التجارة التي لن تبور ولن تتلف ولن ما محفوظة عند الله جل وعلا، ليست مثل تجارة الدنيا معرضة للتلف، معرضة أهل الخسار والبوار. نعم. أيضا له فقرة يقول: فضيلة الشيخ، كيف يكون الإنسان ورعا وزاهدا في هذه الدنيا، وما هي شروط الزهد والورع مأجورين؟ الزهد والورع أن تترك الفضول التي لا تحتاج إليها، وأما ما تحتاج إليه في طعامك وشرابك وكسوتك ومسكنك والإنفاق على من يلزمك الإنفاق عليهم، فهذا ليس من الزهد أن تتركه بنفسك أو عن من يلزمك نفقتهم. الزهد هو ترك
الفضول والزوائد التي لا تحتاج إليها. نعم، جزاكم الله خير. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: إذا كان الشخص ممن يحرص على تتبع الرخص، فهل في عقيدته شيء؟ نعم، الذي يتتبع الرخص التي هي فتاوى بعض العلماء أو أقوال بعض العلماء المخالفة للدليل، هذا يدل على ضلاله. الذي يتتبع الرخص غير الشرعية هذا يدل على ضلاله، وأنه يتلمس ما يوافق هواه. وأما الرخص الشرعية فهذه الله يحب أن تؤتى، مثل قصر الصلاة في السفر، الإفطار في رمضان في السفر، الإفطار للمريض الذي يشق عليه الصيام، التيمم بدل الماء إذا عجز عن استعماله أو عدمه، هذه الرخص الشرعية، المس على الخفين بدل غسل الرجلين، هذه هي الرخص الشرعية، وفي العمل بها أجر عند الله، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم، أحسن الله إليكم. هذه الأخت التي رمزت لاسمها بالمشتاقة إلى الحج تقول بأنها تبلغ من العمر 33 ولم يسبق لها أن أدت فريضة الحج، وهي معلمة ولكن لا يوجد لها محرم، وهذه السنة تقول وجود بعض زميلاتي سيذهبن إلى الحج، هل أذهب معهن أم يسقط عني الحج؟ الحج لا يسقط عنك ما دمت تقدرين ماليا عليه، عندك ما يبلغك الحج من النفقة والتكاليف يجب عليك الحج. وأما مباشرة الحج فهذه يشترط لها المحرم، المرأة لا تسافر بدون محرم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتتب في الغزو، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، فقال له: ارجع فحج مع امرأتك، ولا يكفي جماعة من النساء معها، النساء كلهن يحتاجن إلى محارم، لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم لا للحج ولا لغيره. نعم، أحسن الله إليكم. ولكن إذا تنتظر حتى يتيسر المحرم، فإذا أيست من وجود المحرم فإنها توكل من يحج عنها بالنيابة. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل عن الآية الكريمة: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله استدراجه للعصاة والمذنبين وإمهالهم، يظنون أن هذا يدل على رضا الله عنهم وهم على جريمة وعلى معصية، هذا من باب الاستدراج، الله يمكر بهم بمعنى أنه يستدرجهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهذا يجب التنبه له، أن المكر من الله عدل منه سبحانه وتعالى، عدل منه، لأنه لا يمكر إلا بمن يستحق العقوبة ويستحق المكر به، فهو من باب الجزاء والعقوبة والعدل من الله عز وجل. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونافع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا أيضا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويب الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.